آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وعقيدتنا وديننا ومقدساتنا بسوء وكيد فاردد كيده في نحره وأشغله بنفسه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.